بسم الله الرحمن الرحيم. دي الحصة التانية من حصص الرايتنج أو المهارات عموما الموجودة في كتاب ماي فريند. أعتقد إنك أنت لو ذاكرت الأربع حصص دول هما إن شاء الله كافيين وشافيين، هيساعدوك جدا في حل أي سؤال يجي لك في المهارات. أول سؤال بيقول لي the pollution has a serious effect on our health. التلوث ليه تأثير شديد على صحتنا. however ودي بقى اللي إحنا عايزينها ومحتاجينها، يعني كلمة however دي. A lot of people are still in ignorant of the importance of keeping the environment clean. ناس كتير لسه متجاهلة لأهمية إن احنا نحافظ على البيئة نفسها. سؤال الراجل بيقول لك this shows not ideas. ده بيعبر عن إيه في الأفكار؟ الراجل قال لك however، وأنت عارف كده قولا واحدا الموضوع خلصان، إن أي كلمة معناها ولكن أو بالرغم من دي بتفيد الكونتراست والموضوع ده منتهي، فأنت هنا حضرتك هتستخدم كونتراست. طيب أمال إيه الأديشن؟ الأديشن دي كلمة أي كلمة معناها و أو بالإضافة إلى، زي مثلا كلمة and دي بتفيد الأديشن، زي in addition to زي more over زي further more أي حاجة من دول. طب possibility اللي هي الاحتمالية زي may or might والناس تقول. طب reason السبب، أي كلمة بتفيد الريزن بتفيد الكوز زي ما اتفقنا، كوز وريزن واحد. زي مين بقى؟ أي كلمة معناها لأن أو بسبب، زي مثلا due to أو because of أو owing to. المهم خدنا كده contrast الموضوع انتهى. السؤال اللي بعده which of these transitions is used to show the result of something. انت عارف ان كلمه transition اصلا معناها الكلمات اللي بنستخدمها عشان ننتقل من جمله لجمله او من عباره لعباره. طيب ايه بقى من الترانزيشنز اللي قدامك دي بنستخدمها عشان نبين الريزلت اوف سمثينج هو تركيزي على result. تعال نشوف الاختيارات. فيردر مور دي بستخدمها في الاديشن اضافه، consequently بستخدمها في الريزلت. طب ان اديشن في الاضافه برضه. طب ديو تو في السبب، ما هو لسه بقول لك في الريزن او الكوز، يعني لسه بقول لك حالا انا قلت لك على موضوع due to زيها because of زيها owing to زيها thanks to، كل دول كده واحد reason and cause. طب furthermore in addition to and كل ده كده addition. طب اي كلمة بقى زي كلمة consequently، consequently قدامك دي، زي كمان كلمة in turn، زي so، زي thus، زي hence، الناس دي كلها كده consequently، زي الكلمات دي كلها sorry result. طب when you want to introduce an opposite، لما تحب تقدم رأي opposite معاكس او مناهض، يعني when you are writing you can say، انت كده عايز كلمه بنستخدمها عشان نعمل تناقض. تناقض يبقى on the other hand but however الناس دي. I like reading short stories، بحب اقرا القصص القصيره. moreover اضافه الى ذلك، علاوه على ذلك، انا مولع بكتابه الشعر. والله كلمه moreover دي انت لسه كاتبها لي كده في الاضافه، يبقى دي بتفيد الاديشن على طول. السؤال اللي بعده in a hook. hook يا مستر دي جملة الخطاف اللي احنا بنسميها attention grabber. محتاج تعمل ايه بقى؟ sum up. لا دي حضرتك في الconclusion من غير ما نكمل. grab the reader's attention to read the essay، انك تجذب انتباه القارئ يقرأ المقال، ده دور الجرابر او الهوك اللي احنا سميناها قبل كده. طيب امال السبورت واكسبلين والاستريت وبروفايد دي مين كلهم كده؟ ده في البودي. طب analyze two points of view by either comparing them contrasting them or both، انك تقارن وجهتين النظر عن طريق انك compare تقارنهم او تناقضهم، ده ممكن نسميها comparison essay اللي هو مقال المقارنة. which expression introduce sequence of ideas in an essay، اللي بيعتبر هو sequence يعني تسلسل، يعني الاولا ثانيا ثالثا، يبقى first secondly and finally. الجملة اللي بعد كده رقم 7 ايه الاكسبريشن can you not use اللي انت ما ينفعش نستخدمه. خد بالك الراجل في سؤالك ايه can you not use ما ينفعش تستخدمه to start your final paragraph. ركز لي كده على الكلمات الاساسيه، انت ما ينفعش نستخدمها عشان نبدا المقال الختامي، يعني ما ينفعش نستخدمها عشان نختتم الموضوع. to sum up دي في الختام، in conclusion في الختام، to conclude في الختام، لكن اللي ما ينفعش استخدمها في الختام firstly I could have traveled by car، كان ممكن اسافر بالسياره بس انا سافرت بالقطار. بص انت بتقول انا كان ممكن اسافر بالسياره، كان بامكاني ان اسافر بالسياره، يعني بعبر عن ability قدره اللي هي دي. لكن لو الراجل قال لك مثلا she could have left، ربما انها قدرت، هو نوز مين عارف، كده اصبحت بقى possibility اللي هي بتعبر عن الامكانيه والاحتماليه. طيب you summarize يعني انت بتلخص ال content of your essay، انت بتلخص فين؟ في الخاتمه في الكونكلوجن. يبقى لما تيجي تكتب الكونكلوجن في your essay you essay introduction الانترودكشن المقدمه بتاعت المقال لابد. let the reader miss the topic بتخلي القارئ يفوته الموضوع، لا بيكون فيها هوك الانترودكشن، بيكون فيها هوك to catch the reader's attention، بيكون فيها هوك عشان تجذب انتباه القارئ، اكيد هي دي اللي تنفع.
طيب ask the leader for help، انت مزنوق في مكان يعني وحد يساعدك، مش موضوع كتابة خالص. When you conclude، لما تختتم الإيساي، خد بالك قالك conclude، دي الكلمة المهمة عندي. You should review your supporting details. Ask reader to choose the end. بتقول للقارئ إن هو يختار النهاية، ما فيش حاجة زي كده. Refer to the sentence of introduction. بتشير لجمل introduction اللي هي جمل مقدمة. بتشير لجمل مقدمة طبعا لا برضه. يعني ما ينفعش تقول إحنا كتبنا كذا وكتبنا كذا، ما ينفعش نشير يعني، يبقى دي بره. طيب exclude your supporting، بتستثني supporting ideas. لا، الطبيعي انك لما تيجي تكتب الكونكلوجن انك انت بتعمل ريفيو للسبورتنج ايدياز، يعني بتعمل لها مراجعه، يعني كانك بتذكرها مره ثانيه سريعا. الناريتيف ايساي، يعني الناريتيف ايساي اللي هو المقال الروائي، ما دام روائي يبقى بيحكي قصه. الراجل قال لك اهو تيلز ا ستوري اباوت ا بيرسونال اكسبيرينس، ما اعرفش ايه كده. طيب رقم 13، اون ذا اذر هاند، من غير ما نكمل، اون ذا اذر هاند وون ذا وان هاند، ده بيستخدمها فين؟ عشان نعمل مقارنه، كومباريزون. خد بالك الراجل ممكن يقدمها لك باكتر من شكل، ممكن يقول لك comparison، ممكن يقول لك contrast برضو تناقض، ممكن يقول لك كمان contradiction اللي هو التناقض، كله دول واحد. لكن خد بالك في كلمه اسمها contradiction وفي contraction، تعال نكتبهم كده، في contraction وفي contradiction. contradiction ده اللي هو التناقض، دي بتساوي كلمه contrast، زيها كنت راست، وزي ما اتفقنا ممكن نستخدم مكانها كومباريزن عادي. لكن الكونتراكشن ده اللي هو الاختصار، انت لما تقولي مثلا I'll help you don't worry، I'll دي زي ما اتفقنا هنسميها ايه؟ هنسميها كونتراكشن. طيب السؤال بعد كده 14، بيقول لك او ان اي ايساي بروفايدز ديتيلد سنسوري ديسكريبشن. الراجل قال لك ديسكريبشن، سلام عليكم، يبقى ديسكريبشن ديسكريبتيف على طول. الناريتيف ده الروائي بيحكي قصه. الارجومنتيف ده الجدلي، يعني بيحاول يثبت لك فكره. اكسبوزيتوري ده تفسيري، بيشرح لك هاو سمثينج از دون او هاو سمثينج از ميد، يعني انك بتشرح لي كيف تفعل الاشياء. از انذر نيم فور اتنشن جرابر، اتنشن جرابر اللي هي جذبت الانتباه اللي احنا سميناها هوك. هاو تو كونكلود ان ايساي، ازاي نختتم المقال، اختتام المقال يعني انت بتكتب مقال عايز تكتب الخاتمه بقى خلاص كده. سمرايز يور بودي باراجراف، بتلخص البودي باراجرافات، لا ما تلخصهاش، والا انت محتاج بقى لو انت عامل 3 بودي باراجراف فانت محتاج ان شاء الله 3 باراجراف ختامي. انتروديوس هو النيو ارجيومنت، بتقدم جديد، عايزك تفهم كده ان الخاتمه ممنوع نكتب فيها جديد، ممنوع. وبناء على ذلك رقم دي برضو هنطلعها، ليه؟ لانه انك انت بتقول لي اد نيو كونتنت، ضيف محتوى جديد، لا يبقى الاجابه كده رقم سي اللي هي سمرايز اول ذا ارجيومنتس باي بارافريزنج هاو يو بروف ذا سيسز، يعني انك بتختصر الموضوع كله مره واحده. طيب بعد كده رقم 17، اتوبيك سنتنس. التوبيك سنتنس دي عباره عن ايه بقى؟ التوبيك سنتنس دي انا عايزك عايز اشرحها لك عشان تفهم كده الموضوع ده، شرحنا دي مرات كتير قبل كده بس نعيد تاني. عايز تفهم ان اي باراجراف، اي مقال عباره عن 3 باراجرافات. الباراجراف الاولاني اسمه انترودكشن، انترودكشن. الباراجرافات اللي بعد كده سواء 2 3 4 ايا كان عددهم بقى، دول اسمهم بودي. الباراجراف الاخير خالص الختامي بنسميه كونكلوجن، كونكلوجن. حلو. الانترودكشن دي بيكون فيها السيسز، انت بتعمل لها ستيتمنت للسيسز، بيكون فيها الباك جراوند، ايه باك جراوند؟ اللي هي الخلفيه، وبيكون فيها كمان الهوك اللي هو الهوك دي اللي هي زي ما قلنا قبل كده جمله جاذبه الانتباه. دول كلهم كده التلاته دول اسمهم عناصر، عناصر الانترودكشن. طب بالنسبه للبودي ليه برضه تلات عناصر؟ اول واحد كده اسمه توبيك سنتنس، الحاجه الثانيه اسمها سبورتنج سنتنسز، supporting sentences. رقم 3 بقى الكونكلوجن. كده 3، ركز لي كده بقى في الموضوع ده كويس. اول واحده كده بما يتعلق بالتوبيك سنتنس اللي هي اللي انا بسميها كليم، او اللي عايزك تعرف ان هي اسمها كليم، يعني ايه؟ يعني ايه ادعاء؟ طب السبورتنج سنتنس الجمل نقول تاني، السبورتنج سنتنس دي يا شباب هي الجمل اللي انت بتستخدمها عشان تثبت الادعاء ده. يعني خلينا كده ايه نسميها مثلا جمل التفسير مثلا او جمل الاثبات. الكونكلوجن دي الخاتمه. طب يعني ايه جمل تفسير الاثبات يا باشا؟ انت اصلا بتتكلم في موضوعك ده عن اي افكار، حلو؟ فالتوبيك سنتنس رحت قايل لي مثلا ايه؟ سموكينج، سموكينج از هارمفول، التدخين ده ضار، حلو؟ ات هاز كيلد ميني بيبل، ميني بيبل. نقطه، ات اولسو كوزز فاتال ديزيز.
انت كده عملت ايه؟ طبعا المفروض انك هتكمل تكتب تاني غير كده اكيد يعني، بس انا بوضح لك بس. smoking is harmful دي اسمها topic sentence. topic sentence يعني جمله كده، جمله عنوان، جمله الموضوع بتاع الباراجراف. انت لما قرات smoking is harmful انت تنبأت الموضوع كده بيحكي عن التدخين. شكرا. الباقيين دول كده اسمهم ايه؟ دول اسمهم supporting sentences. supporting sentences من منظور اخر بقى زي ما سميناهم، هنسمي ده ادعاء. انت بتدعي ان التدخين ده ضار، بعد كده بتحاول تثبت ان التدخين ضار، فقلت ان هو والله موت ناس كتير وان هو بيؤدي لامراض خطيره وكده وهكذا يعني. ده بقى مربط الفرس في السؤال اللي بنحله فيه حضرتك دلوقتي. هنا بقى الراجل بيسالك، بيقول لك التوبيك سنتنس ديت سامز اب ذا سنترال بوينت اوف ذا ايساي، بتختصر لك السنترال بوينت، النقاط الاساسيه بتاعه الايساي. لا الايساي لو انت بتتكلم عن النقطه اللي هي الاساسيه في الايساي اللي هي اسمها السيسز. طب give us detailed understand details to understand a main idea of، بتديك التفاصيل. التوبيك سنتنس ديت اختصار اصلا، هي بتكون جنرال فدي غلط. indicates you are bringing closure، انك انت خلاص طلبت انك تختتم. لا لكنها بتخبر القارئ what the rest of the paragraph is about، بتخبر القارئ بقيه المقال عن ايه. انت قلت لي smoking is harmful فخلاص يبقى بقيه الباراجراف ده بيحكي عن التدخين. طب الجمله اللي بعد كده بيقول لك ذا بودي، بيقول لك ذا بودي اوف ان ايساي، البودي اللي هو الجسم المقال بيشتمل على الايه بتاعت المقال. تعال نشوف ميدل باراجرافز من غير ما نكمل يخرب بيت كده. اول اجابه كده هي دي الباراجرافات الوسطى، لكن الفيرست باراجراف ستيل انترودكشن. التوبيك سنتنس دي اول جمله في كل باراجراف في البودي. الكلوزنج سنتنس الجمله الختاميه. يو دونت انكلود، انت ما بتضيفش ايه في الكلوزنج باراجراف؟ انا عايز اكتب مقال ختامي اللي هو اخر مقال خالص، عايز اكتب باراجراف ختامي اللي هو اخر باراجراف في المقال. انت عارف المقال زي ما اتفقنا عباره عن انترودكشن وبعدين بودي، باراجرافات كتير مع بعضها كده، وفي الاخر في كونكلوجن. الكونكلوجن دي بيكون فيها القيمه الاخلاقيه اللي انت عايز تدرسها لنا والنتائج النهائيه والكلوزنج، كل ده بيكون موجود، لكن الهوك ما بيكونش موجود. الهوك ده مكانه فين يا حاج؟ في الانترودكشن. طيب بعد كده بقول لك ذا بالك، البالك از انذر نيم فور ذا نوت اوف ان ايساي. البالك ده هو كلمه اخرى او اسم اخر للايه بتاع المقال. بص يا برنس عشان ما تلخبطش، في كلمتين شكل بعض يعني، كلمتين وكلمتين شكل بعض. عايزك تعرف ان الهوك، الهوك دي هي نفس الاتنشن جرابر، لكن البالك هي البودي. تمام، ارجع بقى كده تاني كده في موضوعك رقم 20. انت قلت لي ذا بالك، البالك ديت هي اسم اخر لمين؟ البالك للبودي، يبقى بودي اهي. امال ايه الهوك؟ للاتنشن جرابر. طيب السيسز ساعات بنسميها المين ايديا اوف ذا ايساي. طيب از سموز اند لوجيكال فلو اوف سنتنسز ان ا باراجراف، يعني الانتقال المنطقي والهادئ كده للجمل في المقال في الباراجراف، دي اسمها كوهيرنس. يعني ايه كوهيرنس؟ اللي هو الاتساق. طيب رقم 26، which of the following doesn't express، مين في دول ما بيعبرش عن تناقض؟ هنشوف واحده بواحده ونشوف كل واحده بتعبر عن ايه. ذا كونتاكتس هي كونتاكتس اس اولزو، هو اتصل بنا برغم ان هو مشغول. والله ما نام فيه معناها برغم، يبقى ده حضرتك بتفيد الكونتراست. طب الثانيه هي از بيزي بات برضه بتفيد الكونتراست. طب هي از بيزي هو مشغول، سو لذلك، والله كلمه لذلك دي بتفيد الريزلت. طب ديسبايت برغم يبقى بتفيد الكونتراست. انت عايز ايه يا عم في السؤال؟ ايه اللي ما بيفيدش الكونتراست؟ اهي رقم بي بتفيد الريزلت مش الكونتراست. which is the following can't be used to show contrast، نفس القصه برضه. ايه من دول ما ينفعش نستخدمها عشان نعبر عن الكونتراست؟ ديسبايت دي كونتراست، انسبايت اوف برضه كونتراست. طب انت ليه بتقول عليهم كونتراست؟ لان معناهم بالرغم او برغم. اولزو كونتراست، لكن بيكوز لان بتفيد الريزن او الكوز. طب اتربل اكسيدنت هابند ان بنها، حادثه حصلت في بنها. ايه من دول نكمل بيه الجمله عشان نعبر عن الريزلت؟ بص يا باشا انت عايز ريزلت، يبقى عايز حاجه بمعنى لذلك. اولزو دي تفيد الكونتراست، اطلع لي كده واحده شويه صغيرين. بات برضه تفيد الكونتراست. ديو تو بسبب، يبقى بتفيد الريزون، الريزن اكيد بقى سو اللي هي دي، ما هو كلمه سو معناها لذلك زي ما قلت لك، يبقى كده رقم سي. رقم 25، ريدنج وايدنز اور هورايزن، القراءه توسع افاقنا. مور اوفر علاوه على ذلك يعني و انريتشز اور كلتشر. طب ما تيجي نشوف كده، هو عايزك تعرف كلمه مور اوفر بتفيد ايه، بس انا في الاربعه هنشوف. ريزن السبب، يعني زيها بالظبط كلمه كوز، اي حاجه معناها لان او بسبب. طب كوز زيها برضو قلنا كونتراست التناقض، اي حاجه معناها ولكن او بالرغم من. اديشن الاضافه، اي حاجه معناها وبالاضافه الى. طيب وانت قلت لي مور اوفر معناها علاوه على يعني و يعني بالاضافه الى، يبقى اديشن. طيب هو في الجمله بيقول لك كلمه مور اوفر بتفيد ايه؟
an argumentative essay، المقال الارجومنتيتيف الجدلي. دايما السؤال اللي بيجي في الامتحان او في الاسئله عن المقال البيرسويسيف هتلاقيه مديك في الاختيارات كلمه بيرسويد او كونفينس، الارجومنتيتيف هتلاقيه بقى في الاختيار برضو ارجومنتس وهكذا. طب ما تيجي نشوف كده الاجابات المتاحه قدامك. ريكاونتس ان انسيدنت ذات اذا ما اعرفش ايه كده، لا ريكوايرز تو انفستيجيت. خد بالك الارجومنتيتيف بيكون في انفستيجيشن. ايفالويت ايفيدنس اند سيت فورس اوف، بص اخر كلمه قال لك ايه ارجومنت، يبقى تيجي الاجابه كده رقم بي اللي هي اللي صح ومظبوطه. طيب بعد كده رقم 27 والاخر جمله تقريبا، لا لسه في تاني. هو بيقول لك هنا بقى رود الفرج اكسس اللي هو محور رود الفرج، واحد مش عارف القاهره ومعرفش طوله وعرضه واتساعه وبيقع فين. الجمله دي بتعبر عن ايه دلوقتي؟ وصفيه اكيد، يبقى ديسكريبتيف. عشان عمال يوصف لك طول الكوبري كذا وعرضه كذا واتساعه كذا وبيقع في المكان الفلاني، فكل ده وصفي. طيب ندخل بعد كده على الجمله اللي بعدها 28. بقول لك الجمله الجزء اللي جاي ده عباره عن جزء من ايه؟ مقال عن ايه؟ تعال نشوف بقى. بقول لك تعلم الشيء جديد ممكن يكون خبره صعبه، واحده من اسوأ الاشياء اللي في حياتي لان لما كنت بتعلم السباحه، بالرغم ان انا قررت ان السباحه دي شيء مهم جدا، مهاره مهمه وانها بتطلب التدريب، انا بالرغم من ده كله قررت ان اتعلم اني اسبح. اعتقدت ان تعلم السباحه ممكن يخليني اقوى بدنيا. انا شعرت اي وود هيلب، عمال يحكي عن نفسه. يبقى معنى كده ان هو بيحكي لك في قصه عن نفسه، يعني الموضوع كده بيتكلم على خبره هو عملها. فالمهم تعالى نكمل. اون ذا فيرست داي، في اول يوم تعليم كيفيه سباحه، انا شعرت ان انا متوتر ولكن انا كنت متشجع جدا ان اعمل كده. تدريجيا انا تعلمت كيف اسبح. وات اي يوزفل اكسبيرينس لها، من تجربه مفيده. هل ده يا ترى ارجومنتيتيف جدلي؟ لا، هو ما ذكرش حجه وبيثبتها لك مثلا. لا، ناريتيف روائي بيحاول يحكي لك قصه وحدوته عن نفسه، ولا بيرسويسيف اقناعي، ولا ديسكريبتيف وصفي. لو انت فاكر في تعريف المقال الناريتيف اللي هو الروائي، يعني الراجل قال لك ايه بقى؟ ان هو بيحكي لك قصه تيلد ستوري اباوت ريل لايف اكسبيرينس، يعني هي قصه عن تجربه واقعيه حياتيه شخصيه. يبقى اقرب واحده في الاربعه دول كده الناريتيف، عشان هو بيحكي لك عن تجربته هو في السباحه وعمل ايه وراح فين وجه منين. طيب بعد كده رقم 30، الراجل بيقول لك which is the following is used when ending an essay، لما نيجي نختتم مقال. عايز اختتم مقال يا باشا؟ تعال نشوف. والله ان كونكلوجن دي تختم بيها عادي، to start with دي في البدايه، first of all في البدايه، more over في الاضافه، يبقى رقم ايه اللي صح؟ لما اكتب البودي باراجرافس في الايساي، البودي باراجرافس بستخدم اللغه الانفورمال؟ لا، ممنوع نستخدم اختصارات او لغه غير رسميه او سلانج في المقال الرسمي. بوت ذا سبورتنج ديتيلز ان ذا انترودكشن، حط لي السبورتنج في الانترودكشن. لا، ده انا قلت لك الانترودكشن والكونكلوجن ما فيهمش اي شرح وتوضيح. انكلود سيسز تو ريمايند ذا ريدر، في البودي باراجراف حط لي سيسز لاساس حضرتك في مكانها في الانترودكشن. يبقى اكيد واحده انكلود ريليتد ديتيلز، اديني التفاصيل والشروحات كلها، يبقى كده رقم دي. طيب بعد كده رقم 32، الانترودكشن باراجراف. الانترودكشن باراجراف بيكون فيه ايه؟ الانترودكشن السيس ستيتمنت اند اهوك، شورت ديسكريبشن، لا ديسكريبشن ده في البودي، ويل درون كونكلوجن ده في الخاتمه، ان ديبس ديتيلز ده في البودي برضه. يبقى انت كده عندك رقم ايه؟ السيس ستيتمنت لابد انها تكون ريستيتد، وده سؤال 2022 لو انت فاكر. بنعمل لها ريستيتمنت فين؟ في الكونكلوجن، لكن بنعمل لها ستيتمنت في الانترودكشن. الباراجراف A is achieved when sentences are ordered in logical order، يعني الجمل بيتم ترتيبها في او يعني بيتم وضعها بشكل لوجيكال منطقي. يبقى ده فين؟ تعال نشوف بقى كده. بقول لك معناها ان الجمل موضوعه بترتيب منطقي، ما دام فيها لوجيكال يبقى بص، اول ما هتلاقي كلمه سموز وكلمه لوجيكال اعرف ان ده كوهيرنس على طول. 35، an essay is series of، المقال ده عباره عن سلسله من الايه؟ بص معايا كده، هات لي كده تمبلت عايز تعرف. لو قال لك سيريز اوف سنتنسز، ده تعريف الباراجراف. طب لو قال لك سيريز اوف باراجرافز، ده تعريف الايساي. طب لو قال لك ا جروب اوف ووردز، مجموعه من الكلمات، ده تعريف السنتنس. طيب ارجع لي كده للموضوع هنا تاني. الراجل بيقول لك ايه بقى؟ سيريز اوف ايه بقى يا سيدي؟ هو بيتكلم عن الايساي، يبقى سيريز اوف باراجرافز. فانا هستبعد دي وهستبعد ايدياز دي وسنتنسز دي برضه، يبقى هي باراجرافز اباوت وان من ايديا رقم واحد. طيب ايسايز ار كولكشن اوف وان ثوتس،
مجموعه من افكار الشخص. عارف لما اقول لك وان سوتس وبيليفز، اعرف انه بيتكلم عن المقال الانعكاسي اللي هو رقم سي. الريفليكتيف ده بيحكي لي عن تجربه حصلت له واتعلم منها ايه. ايساي اكسبلينز ا سبجكت، اللي بيشرح اللي بيفسر او يشرح حاجه معينه. التفسيري اللي هو اسمه اكسبوزيتوري. احفظ، لازم تحفظ الكلام ده. ايه من دول كود بي افويدد، لازم نتجنبها في المقال؟ التحليل، لا ما انت لازم تحليل عشان افهم، والتوضيح توضح لي وتعمل لي وحده، يبقى اكيد سلانج العاميه. على فكره مش سلانج بس، ده سلانج والكونتراكشن والابوستروفي، الحاجات دي كلها كده بنتجنبها. 39، وان اوف ذا فولوينج سنتنسز، واحده من دول ما ينفعش نستخدمها لما نيجي نختتم مقال عن مزايا الماس ميديا. انت بتتكلم عن مزايا بس، حلو. تو سام اب، ختاما، ماشي. ان ماي اوبينيون ذا ماس ميديا هاز ا لوت اوف ديس ادفانتجز، لها الكثير من العيوب. انت قلت لي بحكي موضوع عن المزايا يا باشا، تيجي تقول لي هنا لها الكثير من العيوب؟ لو ركز ركز، لو انت بتحكي عن مزايا يبقى تحكي عن مزايا بس، طب عن عيوب يبقى عن عيوب بس، ما ينفعش يكون الموضوع عن المزايا وتروح قايل لي ولكنه قد يكون ضارا للصحه. غلط. خلصنا كده الحصه دي، ما عادش معانا غير محاضرتين اتنين. الحصه دي الحصه الثانيه في اسئله المهارات، انا اراها كافيه وشافيه. راجع من الجزئيه دي، مهمه مهم. ده لو انت اول مره تسمع يعني الحصه الثانيه. الحصه الاولى فين؟ طيب هتلاقيها في وصف الفيديو. ولو انت بتسمع على اليوتيوب اوعى تنسى تعمل لايك للفيديو. كده بقى صيطني كده والدنيا، انت عارف بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.